السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة ياسمين العطار، مدرس في جامعة طنطا. شرف ليا أن أنا أنضم للجروب بتاعكم، وإن شاء الله يا رب أفيدكم بإذن الله وأكون عند حسن ظنكم بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الترايكوسكوبي، وطبعا ما ينفعش أتكلم على الترايكوسكوبي من غير ما أشكر أساتذتي اللي علموهولي. بداية ما اتعلمته كانت دكتورة وفاء رمضان ودكتورة هدى منيب، وحضرت لهم أكتر من وركشوب. وطبعا احنا هنتكلم على البيزكس واجتهادات، ولازلت نفسي ان شاء الله ان انا احضر مزيد من المحاضرات لأساتذتي العظام. وطبعا لازم اشكر دكتورة نجوى علوان استاذتي وحبيبتي، لان هي اول من اختار لي ان انا احضر سيمينار عن الترايكوسكوب، ومن يومها وانا بصراحة يعني حبيته جدا. انا عايزة بس اطمن ان انتوا سامعيني تمام. في اي حد معايا دلوقتي؟ ربنا يخليك يا نهى، ميرسي. الصوت حلو، الكونكشن حلو، مكتوب عليه كونكشن ويك. تمام، طيب اوكي نبتدي. الترايكوسكوبي تعريفه هو درموسكوبي اوف سكالب اند هير. تمام، طبعا دكتور احمد صادق عرفت من دكتوره مي ان هو دخل قبل كده لايف وقال لكم البيزكس بتاعت الدرموسكوبي. الدرموسكوبي ما هو الا جهاز بيساعدك على ان انت تكمل الدايجنوزس بتاعك، وساعات كتير بيدي كلو انت محتاج تاخد الستيب بتاعه البيوبسي ولا لا. ساعات في حاجات بتبقى سجستيف، بمعنى ان انا يعني يستحسن اخد بيوبسي علشان اكمل الدايجنوزس، وساعات تانية الدرموسكوبي بيغنيني ان انا اخد بيوبسي. لو عايز اخد بيوبسي بقى علشان مور ستادي او كده مفيش مشكله، شكرا لكم جميعا. منوره يا سيده زينب، كلكم حبايبي، يعني مبسوطه والله ان انا معاكم، وساره كمان منوره يا ساره. تمام، ف دلوقتي الترايكوسكوبي في الهير مفيد جدا جدا، ولو اتعودت عليه ان انت تكشف يبقى معاك في ايدك كده وانت بتكشف على حاله الهير مش هتستغنى عنه. يعني الكلام ده اول ما سمعته كان من استاذتي دكتوره وفاء، وفعلا انا تعديت منها في الحكايه دي. يعني لما اتعودت انك تبص دي تيلوجين افلوفيوم ولا اندروجينيتك الوبيشيا ولا الوبيشيا ارياتا ولا حاجه تانية، خلاص انت اخدت ان انت تبص بيه. يعني محاله مثلا تيجي وانا مش معايا الدرموسكوبي، لا معلش ثواني لما ابقى اجيبه ان شاء الله ونبقى نكشف. نخش في الموضوع دلوقتي. اول حاجه خالص الريفرنس بتاعي، طبعا انا دلوقتي لو هتلاقوا الكلام معكوس علشان ربنا يخليك يا رب يا مرحب. الكلام هتلاقوه معكوس علشان طبعا هي عامله زي الميرور كده. تمام، فالله المستعان. دي السورسز اللي انا عملت منها المحاضره. الكتاب ده دكتوره وفاء اللي قالت لي عليه، بتاع بروفيسور ليديا، وجايباه تمام كده معايا الكتاب نفسه اهو. تمام، اطلس محترم. خلاص يا جماعه، في اطلس تاني بتاع دكتوره بروفيسور توستي، وفي اللي كانت سيسيس كانت استاذه دكتوره نهى دغيم. اول ما نشتغل الترايكوسكوب في القسم عندنا في طنطا كانت عاملاه، واستفدت منها جدا بدايه ما عملت السيمينار. فان شاء الله باذن الله تستفيدوا جميعا. اول حاجه لازم نعرفها زي كده قصه الانيشال ليجن، لازم تبقى عارف شكل النورمال وتبقى واخد عليه علشان تعرف تديتكت اي حاجة ابنورمال. بمعنى انا دلوقتي لو عندي سكالب واحدة جاية تكشف على شعرها وقالت ان شعرها بيقع، تمام كده، طيب انا ممكن ابص على الشعر نفسه، اعمل اكزامينيشن للسكالب نفسه، يعني بزيح الشعر كده بايدي وبشوف السكالب ماشي كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ببص على الشعراية نفسها، بمشي بالدرموسكوب كده على الشعراية نفسها. تمام، وانا بصة لو انا واخده النوع معكوس المرايه، اه ماشي هحاول. حاضر يا زينب، شكرا يا زينب. لو انا دلوقتي حطيت الدرموسكوب على الشعر نفسه تمام كده وهو نايم كده، وامشي معاه من جدره لغايه حبه حلوين كده، هعرف اشوف الشفت نفسه واشوف هي متساويه ولا لا، بتلمع ولا لا، فيها اي بريتلينج ولا لا، متقطعه في شعر. ساعات مع البروتين والكرياتين والكوزمتكس بيتكسر من فوق خالص. تمام، فده انت بتبقى عارف تشوف. حاجه تانية، همسك الشعر نفسه اللي هو الاطراف بتاعته وابص عليه برضو،
يبقى طبعا لابسه جلوفز وبسبورت كده وامشي عليه برضو. تمام. لو في حاجه بقى يعني مش باينه قوي، ساعات احنا كمان في حالات مرضيه معينه ممكن ناخد يعني سامبل من الشعر وعلى ورقه بيضه وبرضو نفحصها، بتديني منظر تاني خالص. تمام. وفي في البدايه النهارده ان شاء الله، انا كان نفسي اعمل لكم، دكتوره مي كانت عايزاني اقوله كله المره دي، هو بجد الكميه كتيره قوي، فالله المستعان ان شاء الله، واقدر ان انا اقول، انا يعني احبذ ان انا اقسمه لكم علشان تستوعبوا. تمام. ميرسي يا دكتوره وفاء. تمام يا جماعه، هحاول طبعا، ده الهوب بتاعنا كلنا ان شعرنا يبقى كده. تمام. طبعا دي حاجه يعني انا مش عايزه اقول شبه مستحيله يعني، بس هي كل واحد وطبيعه شعره يا جماعه. اللي مولود وشعره خفيف هيفضل شعره خفيف. تمام. اللي هو عنده بقى حاله مرضيه مثلا مأثره على شعره، وشعره كان تقيل وخف، في امل طبعا الشعر يتقل. انما ان الشعر واحد شعره خفيف، واحده شعرها خفيف، ويبقى شعرها بالمنظر ده وتقول لك عايزه ابقى زي الفنانه الفلانيه، لا. تمام. طيب في رنجات اللي هي الدايجرامات دي، رينج الشعر اللي هو لما هنيجي نبص ان شاء الله هنلاقي ان كمية الشعر او سمكه مش متساوية. بمعنى ايه؟ ان الشعر اغلبه بيبقى سميك. تمام. الشعرية نفسها سميكة، وهنشوف سامبل ليها. مش كل الشعر الموجود في الحتة دي سميك ونفس السمك، في شعر خفيف. خلاص. طيب الله يكرمك يا سارة، ميرسي. تمام. طيب انما في نسبة شعر خفيف او ارفع شوية. تمام. وفي شعر ان بتوين اسمه انترميديت. نسبة الشعر التخين للشعر الانترميديت للشعر الخفيف بتختلف حسب الاريا بتاعت السكالب. بمعنى ان اكتر مكان فيه شعر يعني تخين وتخنه اكتر الاكسبوت. تمام. وبعد كده هنلاقي ان الشعر التخين موجود برضو بنسبة كبيرة هنا، والشعر اللي هو الخفيف نسبته الموجودة للشعر التخين موجود بنسب متفاوتة من هنا لهنا لهنا. خلاص. لو انا لقيت ان نسبة الشعر الرفيع اللي هو شكله ابنورمال كبيرة قوي في اكتر من سبوت وانا بعمل اكزامينيشن في الفيرتكس، ده يبقى سجستيف ليا من البداية ان دي اندروجينيتك الوبيشيا. تمام. لو انا لقيت ان نسبة الشعر الخفيف اكتر هنا، افكر الاول في تيروجين افلوفيا. خلاص يا جماعة. لو لقيته all over يبقى ممكن يبقى diffuse hair falling. تمام كده. ممكن يبقى مثلا chronic telogen effluvium او حالات مرضية تانية هنبقى نتكلم عليها. تمام. بس هو ده نمرة واحد. كذا انا واياكم. خلاص يا جماعة، ده الشعر في الصور، مش هنحتاج قوي ان احنا حكاية انه يتقلب. ده واضح الصورة يا جماعة، ده normal scalp. هنبص للشعر نفسه هنلاقي ان اغلب الشعر سمكه واحد، صح كده؟ وهنلاقي ان في حبة شعر رفيعين شوية زي مثلا دي، زي دي. تمام. ارفع شوية بس النسبة بسيطة خالص، لا تتعدى 10% او 20% من كله، يبقى احنا كده نعتبر نورمال. خلاص. طيب دي النسب اللي كنت بقول لكم عليها. في بقى حاجة تانية في النورمال اسكالب، لو بصينا للشعر، طبعا الكلام ده اكيد سمعتوه قبل كده في ورك شوبس، الشعر الاوبننج بتاعه الهير البايلوسبيشيس ابريتس ما بتطلعش شعرايه واحده، بتطلع من واحد لاربعه، من واحد لاربعه يعتبر نورمال. لو زودنا عن اربعه لتمانيه دي حاله مرضيه هنقولها، ولو اكتر من تمانيه بتبقى حاله مرضيه تانية. خلاص. انما النورمال بتاعنا ان الشعرايه لو لقيت شعرايه واحده بس طالعه من الهير فوليكل بتبقى نسبه، ونسبه من كميه الشعر كله اللي موجوده في الاريا بتاعه الاكزامينيشن. انما لو لقيت نسبه الشعرايه الواحده اللي طالعه من الاوبننج، يعني اوبننج وطالعه منها شعرايه واحده، دي نسبتها كتيره قوي في هنا في الفيرتكس، ابتدي افكر في اندروجينيتك الوبيشيا. تمام. يبقى النورمال ده المنظر، سكالب نورمال برضو لغاية أربعة طالعين من الفتحة، ده طبيعي. من أربعة لتمانية دي حالة هنقول عليها بعد كده، وأكتر من تمانية دي حالة تانية. خلاص. تمام. طبعا نورمال برضو. المفروض انتوا هتشوفوا ايه؟ أو لما نيجي نعمل اكزامينيشن على الشعراية بنبص على ايه؟ بنبص على أربع حاجات. أول حاجة الهيرشافت ابنورماليتيز، بمعنى ادينا شفنا شكل الشعر الطبيعي، وعلشان ناخد على منظر الشكل الطبيعي لازم، يعني لو انتوا معاكوا درموسكوب مثلا في المستشفى او في المكان اللي انتوا بتشتغلوا فيه،
اي حد يجي يكشف على الشعر بصوا عليه زي كده الجلد برضه في الديرموسكوب، اي حد يجي يكشف على اي حاجه بصوا عليها، دي وصيه دكتوره وفاء رمضان لينا عشان عينك تاخد عليها. تمام. طيب لو انا دلوقتي ببص على الهير شافت ابنورماليتيز، طبعا انا ده المفروض نمبر 1 اللي مكتوب في الاطلس بتاع بروفيسور ليديا، بس لو دخلت فيه هتبقى دي محاضره لوحدها لاني هقعد اشرح الهير شافت ابنورماليتيز. فهبتدي بالدوتس، تمام، اللي هي نمبر 2. يبقى اول حاجه ان احنا هنبص على الهير شافت ابنورماليتيز وهنشوف دي فيها كذا ابنورماليتي هنتكلم عليه. 2 الدوتس اللي هي نقط، بنبص على السكالب نفسه اكزامينيشن السكالب نفسه ممكن نلاقي نقط، النقط دي الوانها واحجامها والكاركترستيك بتاعتها مختلفه هنعرف دي ايه. نمره 3 بنبص على منظر الباك جراوند بتاعت السكالب از هول، بنبص فيه قشره ولا لا، بنبص فيه الباترن بتاع البلاد فيسل في حاجه او نورماليتي ولا لا، في لون غالب ولا لا. جزانا واياكم يا رب. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نبص عليها. خلاص يبقى احنا كده بنبص على، يبقى انا كده قلت لكم 1 و2 و3 و4، 1 الهير شافت ابنورماليتيز او الهير شافت نفسها، 2 النقط اللي هي الدوتس، 3 البيريفوليكولار اريا والباك جراوند، 4 التايب اوف بلاد فيسل. خلاص الدوتس بقى بالالوان كده، في عندنا نقط صفراء بالالوان صفراء وسوداء وبيضاء وحمراء. خلاص بالنسبة للنقطة الصفراء دي اللي هي اسمها يلو دوتس، احنا شايفين النقط الصفراء الالوان بالنسبه لكم باينه ولا مش باينه؟ تمام. النقط الصفراء دي مش بس تعني ان انت عندك حاله الوبيشيا ارياتا زي ما هو شائع، هي حاجه سبب من اسباب اللي هي منتشره قوي او اللي هي كومن قوي ان هي تبقى ايه مع الالوبيشيا ارياتا. تمام. بس دي حاله من الحالات. اليلو دوس زي ما احنا شايفين في الدايجرام ده من تحت كده، شايفين البايلوسبيشيس اباريتس. تمام. خلاص ادي الشعرايه من تحت خالص، دي جدرها موجوده اهي والشعرايه تحت، اما ان هي في مرحله من في السايكل نفسها الشعرايه تحتها لسه ما طلعتش، تمام كده، او ان هي الشعره حصلها من يعني رفيعه شويه فالمكان ده مليان، اللي هو الانفانديبولوم ده مليان بحاجه تانية غير الهيرشافت. مليان بايه؟ مليان بكيراتوتيك ماتيريال او مليان بسبيشيس اباريتس، وساعات يبقى الاثنين. تمام. في الاندروجينيتك الوبيشيا في الغالبيه بيبقى اليلو دوت ديو تو السبيشيس ماتيريال بتاعه البالوسبيشيس اباريتس، تمام، وتديني اللون الاصفر. في الالوبيشيا ارياتا بتبقى ناشفه شويه زي الصوره اللي احنا شفناها، بتبقى كيراتوتيك اكتر، بس في كل الاحوال هي كومباينيشن من الاثنين. تمام. طيب دي امثله اليلو دوت احنا بنشوفها في ايه؟ بنشوف اليلو دوت في الالوبيشيا ارياتا في الاندروجينيتك الوبيشيا، دي حاجتين نون سيكاتريشال الوبيشيا. تمام. في حالتين تانيين سيكاتريشال زي الديسكويد لوبس والديسكتنج سيلولايتس. تمام. ايه الفرق بين اليلو دوت اللي هشوفها في الالوبيشيا ارياتا من الاندروجينيتك؟ لو احنا بنتكلم دلوقتي واحنا بنعمل اكزامينيشن للسكالب، احنا بروفيشنال من البيشنت والهيستوري بتاعه بنبقى عارفين ان دي حاله موست بروبلي كذا او كذا. تمام. لان الترايكوسكوب يعتبر نمره 3 معايا في الاكزامينيشن، زي ما لو انتوا عايزين بعد كده ان شاء الله نتكلم على الهير اكزامينيشن، واعتقد دكتور عاصم استاذنا دكتور عاصم يعني اتكلم عليها باذن الله وقال كل حاجه. نرجع لموضوعنا، لو انا دلوقتي عندي مش متاكده الحاله دي ديفيوز الوبيشيا ارياتا ولا اندروجينيتك الوبيشيا وشفت نقط صفراء زي ما هنشوف، ازاي اميز النقط الصفراء دي موست بروبابلي مع الاندروجينيتك ولا مع الالوبيشيا ارياتا؟ حاجه مهمه جدا نعرفها ان الـ مش بشخص بس باليولو دوت خالص، انا دي حاجه من الحاجات اللي معاها كلوز تانية او حاجات تانية بشوفها بعرف اشخص، دي نمره 1. نمره 2، لو انا عايزه ابص على اليولو دوت لوحدها خالص، الالوبيشيا ارياتا بتبقى عددها كتير وبيبقوا متجمعين 2 مع بعض 3 مع بعض، دي بقى لو ايه، لو الالوبيشيا ارياتا يعني انا عملت اكزامينيشن في اكتر من فيلد وشفت العدد بالشكل ده وريجولار ديستريبيوشن، تمام كده، وهي بقى منتشره مش مثلا فوكس معينه او كده، ده موست بروبابلي هتبقى الوبيشيا ارياتا. بلس كلمه انها لو انا عامله اكزامينيشن بالدرموسكوب وهو دراي يعني الشعر ناشف السكالب ناشف مش حاطه انا اويل اميرشن ولا مثلا كان قبل كده محطوط منظفه قبله باي سائل او كده، الدنيا ناشفه تماما وشفتها كيراتوتك قوي، ده كده كلو ان انا انها تبقى الوبيشيا ارياتا.
لو الاندروجينيتك الوبيشيا انا شكيت فيها، بشوف الهيرشافت ابنورماليتي زي ما قلت لكم، السنجل هير في البايلوسبيشيس اباريتس زي ما قلت لكم، تمام، ومعاها اليولو دوت، ادي نمره 3. ونمره 4 في حاجه اسمها بيريفوليكولار هايبر بيجمنتيشن، تمام، وده هنشوفه ان شاء الله في الباك جراوند اللي هي بيريفوليكولار اريز، تمام. طيب ايه تاني فرق لو انا برضو عايزه ابص بس على النقطه الصفراء اليولو دوت؟ انها بتبقى عددها اقل كتير، بيبقى حجمها اكبر، تمام كده، وبتبقى الريجولار ديستريبيوشن مش زي الالوبيشيا اريات، والحجم كده كده مش فارق من الاتنين. خلاص يا جماعه، حاجه كمان، لو البيشنت دي غاسله شعرها ممكن ما اشوفش اليولو دوت، خلاص، ده في حاله الاندروجينيتك الوبيشيا. يبقى دول الحالتين اللي هما نان سيكاتريشيال الوبيشيا. في حاله السيكاتريشيال الوبيشيا اللي هي الديسكويد لوبس والديسكتنج سيلولايتس، اليولو دوت بتبقى اكبر قوي 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 من الاتنين النان سيكاتريشيال الوبيشيا، تمام، وبتبقى مثلا واحده اتنين حسب الفيلد بقى اللي احنا فيه، تمام كده. وساعات بيوصفوها انها بتبقى 3 دي اللي هي متحدده، وساعات كمان بتبقى ليها حاجه اسمها دبل اتش، تمام كده. طيب نيجي هنا دلوقتي بالنسبه لنا ده اكزامبل لليلو دوت في الالوبيشيا اريات، تمام، دي برضو في الالوبيشيا اريات هنلاقي ان هما كتير، تمام، وكل اتنين او تلاتة متجمعين مع بعض. واضح يا دكاترة؟ انما في، ودي برضو في الالوبيشيا ارياتا اهي، شايفين العدد قد ايه في الفيلد الواحد. ده اكزامبل تاني برضو في الالوبيشيا ارياتا، واضح هنا الجروبينج زي الجروبينج كده بتاع الهيربس زوستر، كل اتنين او تلاتة مع بعض، صح كده. في الاندروجينيتك الوبيشيا بقى هنبص هنا، هنلاقي السهم الازرق مشاور على اليولو دوت، تمام. طيب مش هو بس اللي بيقول لي ان دي اندروجينيتك الوبيشيا، انا برضو شايفه حاجات تانية. انا شايفه هنا هنا، تمام، الاورفيس بتاعه الهير نفسها في حواليها داركنج، تمام، ده اسمه بيري فوليكولار بيجمنتيشن او داركنج، ده ساين من الساينس بتاعت الاندروجينيتك الوبيشيا. شايفين في الفيلد كله انا شايفه كام واحده؟ اتنين او تلاته يلو دوت، صح كده. والبيريفوليكولار على فكره يعني علشان تلقطه مش شرط تلقطه من اول مره، يعني ممكن ما تلقطوش من اول مره، بس كل ما اخدت ان انت تبص بالترايكوسكوب على الشعر كل ما عرفت، تمام. طيب ادي واحده تانية في الاندروجينيتك الوبيشيا، برضو في الفيلد كله في اتنين، تمام، وحته السنجل هير اللي طالعه من الاورفيس شايفاها في اكتر من واحده، شايفين يا جماعه. وطبعا انا ان شاء الله باذن الله، مش النهارده، المره الجايه باذن الله اللي هنتكلم، بعد ما هنتكلم على كله الدوتس ان شاء الله، المره دي الهير شافت باذن الله جزء بسيط المره دي، ومره مره تانية والبيريفوليكولار اريا والكلام ده كله، لما نخلصه كله ان شاء الله هبقى اعمل لكم حالات الالوبيشيا ارياتا كولكتيف لكل حاجه، كل الساينز اللي فيها، حالات الاندروجينيتك الوبيشيا باذن الله زي ما ادينا البوستاندل، تمام. هنا يا جماعه دي الديسكويت لوبس اريثروماتوزس، لو نبص كده على الباك جراوند دي منظرها سيكاتريشيال خالص، انا شايفه فيه كميه سكيلز موجوده واضحه، تمام، شايفه ان في حتت هنا فيها اللي هي اليلو دوتس اللي موجوده شايفاها متحدده قوي، وشايفاها سيركل جوه سيركل اللي هي ليها دبل ايدج زي ما قلنا. حاجه تانية حجمها كبير. حاجه مهمه تانية برضو ان لونها مدي على براون شويه، ملاحظين الدرجه دي ولا لا؟ هي واضحه عندي، الله يخليك يا نرمين، تمام. فهو اللون نفسه كمان في الديسكويد بيبقى غامق شويه، يبقى علشان ما ننتهش من بعض نفتكر تاني في الالوبيشيا ارياتا، لو بنتكلم على اليولو دوت عددها كان كبير وكانت كل اتنين او تلاتة مع بعض، تمام كده. وفي الغالبية لو انا بفحص بالدراي درموسكوب بشوف ان هي كيراتوتك، تمام. وطبعا معها الساينس تاني ان شاء الله هنقولها باذن الله المرة الجاية. في الاندروجينيتك الوبيشيا احنا نعتبر خلصناها المرة دي، بتبقى عددها اقل، بيبقى فيه مثلا اتنين او تلاتة في الفيلد نفسه اللي انا بفحصه، الحجم بتاعه اكبر شويه، ومعاها اذر ساينس من الاندروجينيتك الوبيشيا. في الديسكويد لوبس مع الساينس الثانيه حجمها بيبقى كبير وليها دبل بوردر ولونها غامق يعني براون شويه. خلاص لغايه دلوقتي جزانا واياكم يا رب جميعا، تمام يا جماعه. طيب
كده احنا قلنا خلاص اليلو دوت. نيجي بقى للبلاك دوت. طبعا احنا شايفين هنا في الفيلد ده في نقط سودة، نقط سودة كتير كتير كتير، شايفين شعره طويل وفي نقط سودة، كأني جايبة ماركر اسود ومعلمة في الاماكن دي. ايه قصة البلاك دوت دي؟ بلاك دوت طبعا هي مشهور ليها كوزس قوي، الالوبيشيا ارياتا وتراكوتيلومانيا، دي اشهر اتنين عندنا تمام كده، بس هي موجودة في ديس اوردر تانية هقول لكم عليها. شايفين منظر الجرافت ده؟ شايفة الشعراية واصلة لغاية السيرفس وما كملتش، ده دي الشعراية دي تعتبر حواليها انفلاميشن جامد قوي، مخلياها في ديستروفيك ستيت، ما كملتش النمو بتاعها تمام كده. فهي النقطة السوداء دي ما هي الا الشعراية بس واقفة عند السكين سيرفس. خلاص يا جماعة. طيب سبب البلاك دوت دي في الغالبية بيبقى زي ما قلت لكم انفلاميشن مأثرة على الشعراية نفسها مخلياها في الحالة دي تمام. طيب بتبقى موجودة فين تاني؟ الكومن قوي زي ما قلنا في الالوبيشيا ارياتا وفي التراكوتينوماني، وموجودة برضو في التينيا كابيتس والديستيكتنج سيلولايتس بس في الاكيوت ستيج. رير بقى بتبقى موجودة في ديس اوردرز تانية، مش عايزين نلخبطكم، خلينا في الكومن. طيب يا جماعة خلينا نبص كده على الصورة دي تمام كده. شايفين فيها ايه من اللي احنا قلناه؟ انا مدارية الدايجنوزيس تمام. شايفين فيها ايه؟ ربنا يخليك يا رحاب. حد شايف يعني الصورة واضحة؟ تقدروا تقولوا لي شايفين ايه من اللي احنا قلناه؟ احنا ما اتكلمناش غير حاجتين على فكرة بس. ها كونكشن حلو عندكم؟ تمام. هقول انا لان مش مفيش حاجه بتجيلي منكم دلوقتي. احنا عندنا هنا في بلاك دوتس كتيره صح كده، مش شايفين نقط سودا كتيره تمام في كل الفيلد صح كده. طيب في ايه تاني؟ في هنا، هنا بالظبط كده ما انا مشاوره، دي حاجه اسمها مايكرو اكسكلاميشن مارك تمام. يعني ايه مايكرو اكسكلاميشن مارك؟ عارفين علامة التعجب طبعا تمام، انها بتبقى عريضة من فوق وكل ما جينا ناحية السيرفس اوف سكالب تمام بتبقى ارفع تمام. ليه انا قلت لكم ان دي اسمها مايكرو اكسكليميشن مارك؟ علشان الاكسكليميشن مارك الاصلية كانت موصوفة الصورة مش واضحة تمام. اوكي كده اوضح كده تمام. تمام المايكرو اكسكليميشن مارك اللي قلنا عليها اللي هي اهي هنا في الفيلد دي اهي تمام خلاص، انها ديت ايه بتبقى عبارة عن برضو شعر حواليه انفلاميشن، فمخلي ان الـ الشعرية نفسها رفعت في الجدر بتاعها. خلاص كده الاكسكليميشن مارك الاصلية كانت موصوفة بالنكد اي، علشان هي دي بالمايكروسكوب اسمها مايكرو اكسكليميشن مارك. ما علينا، في الهير بعد كده اللي احنا هنشوفه باذن الله الهير شافت ابنورماليتيز، هنلاقي ان في شعرايه اسمها تابرد هير، هي هياها الاكسكليميشن مارك بس طويله. يبقى لو انا لقيت شعرايه سميكه 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 وجات قرب السيرفس اوف سكالب ورفعت تمام كده، الشعرايه دي طويله ولا صغيره؟ لو طويله يبقى اسمها تابرد هير، لو قصيره يبقى اسمها مايكرو اكسكليميشن مارك. الاثنين في الالبيشيا ارياتا تمام كده. طيب دي حالة تانية فيها البلاك دوت. بس لو انا بصيت الكومنتس مدارية على الصورة، يعني انتوا عايزينه كده؟ طب ما تقول سوري يا جماعة تمام. طيب لو انا بصيت هنا في دي هلاقي ان النقط السوداء اللي موجودة مليانة اهي في الفيلد صح كده تمام. بس في حاجة غريبة، انا حاسة ان كل النقط دي زي ما يكون متقطعة تمام، واضح كده زي ما يكون متفرفتة صح. دي في تراكتيروماني خلاص، دي حالة تراكتيروماني تمام يا دكاترة. دي برضو فيها بلاك دوت اهي خلاص تمام، مش واضح الصورة. طيب نيجي بعد كده للنقطة اللي بعد كده اللي هي الوايت دوت. في نوعين من الوايت دوت، في الوايت دوت اللي هي عبارة عن فايبروتيك ارياس اللي هي الجراف ده تمام. لو نبص هنا كده نلاقي ان هو الشعرية من تحت خالص كل مكانها بقى فايبروتك صح كده، وطالع على السيرفس فوق
انا شايفه فوق في فوق ايه وايت دوتس، تمام، دي اللي انا بشوفها في كل حالات السيكاتريشيال الوبيشيا، وهنشوفها ان شاء الله في اكزامبلز كتير، تمام. طيب امال ايه الجراف التاني ده؟ في شعرايه اهي، يعني هي مش سيكاتريشيال الوبيشيا، بس النقط البيضه دي صغيره خالص وريجولر، وموجوده اما حوالين الهير فوليكل او موجوده بريجولر ديستريبيوشن، والمريض ده في الغالبيه ممكن ما يكونش جاي يشتكي من حاجه الا مثلا اندروجينيتك الوبيشيا، ودي مش من الساينس بتاعت الاندروجينيتك الوبيشيا. دي يا جماعه البين بوينت وايت دوت دي بتبقى كورسبوند للاكراين اوبننج، اكراين جلاند اوبننج. وانا فاكره كويس جدا ان في بدايه الرساله بتاعتي كنت شغاله بالدرموسكوب وشفتها في حاله من حالات الاندروجينيتك اللي احنا كنا بنعمل لها سيلكشن، وكنت بقى لسه مش عارفه، وكنت مرعوبه انها تبقى مثلا دي دخلت فايبروتك ولا ايه، ووقتها عرضتها على دكتوره هدى منيب في سيمينار كان في شارم ديرما، وطمنتني دكتور بروفيسور ليديا، كانت برضو السيمينار ده كانت بتديه بروفيسور ليديا، وبنفسها قالت لي دي اطلس بيكتشر. بعد كده الاطلس ده اتعمل يعني ولقيتها موجوده يعني. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره في ان يعني ما تتخضوش، خصوصا لو ميل عنده اندروجينيتك الوبيشيا، الميل بيبقى السكالب بتاعه سان اكسبوزد، وكل ما كان التايب بتاع السكين غامق، تمام، كل ما الوايت دوس دي بنت اكتر، وكل ما كان سان اكسبوزد كل ما بان اكتر، تمام. طيب الوايت دوتس دي بقى احنا بنشوفها في ايه؟ زي ما قلنا بالظبط في انواع السيكاتيشيا الوبيشيا كلها، وفي الايه اللي هي بتكورسبوند تو الاكراين جلاند اوبننج. طيب هي اساسا الصوره دي مش واضحه، ما اعرفش بقى حابه ان لكم ولا لا، شايفين المنظر ده؟ شايفين اليولو دو الوايت دوتس اللي موجوده اول اوفر؟ هل يا ترى هي؟ احنا شايفين طبعا ان هي في منها كبير وفي منها صغير، تمام، اللي تحت كبير واللي فوق صغير، تمام، بس دي مش ريجولر، دي مش ريجولر ديستريبيوتد، تمام، دي بتبقى موجوده في لايكين بلانو بايلرز، دي صعبه شويه هناخدها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. طيب انما دي الوايت دوتس بتاعت السيكاتريشيال الوبيشيا، شايفين حجمها كبير والريجولر وحواليها الدنيا صحرا مفيش ولا شعرايه، تمام. طيب لو بصينا هنا بقى هنلاقي فيه يعني تايني وايت دوتس صغيرة خالص خالص خالص، وكلها يعني الديستريبيوشن بتاعها ريجولر جدا، تمام، هي دي اللي بتبقى في الاندروجينيتك الوبيشيا، ده ميل اندروجينيتك الوبيشيا وعنده الوايت دوتس دي بتاعة الاكراين جلاند، تمام. اظن شكلها يفرق عن بتاعة اللايكين بلانو بايلاريس، صح؟ صح؟ شكل مختلف. نيجي لاخر حاجة في النقط اللي هي الريد دوت، ودي مش بتتقال كتير، ليه؟ لان هي يعني هي بتبقى موصوفة في حالة مرضية واحدة بس اللي هي الديسكويد لوبس، هي عبارة عن نقط حمراء، تمام. هي اصلها ايه الريد دوتس دي؟ الانفانديبولر اريا بتاعة الشعر بيبقى حواليها بلاد فيسل وبتبقى دايليتد، فبتديني منظر الريد دوتس دي. لما اشوف ريد دوت في ديسكويد لوبس دي جود بروجنوزس، تمام. طيب نيجي بعد كده نخش على الهير شافت. احنا كده خلاص الدوتس، احنا قلنا الصفرة يلو دوت، وقلنا السودة، وقلنا البيضة، وقلنا الريد، تمام. بالنسبة لي اليلو دوت نراجع تاني بسرعة، في الالوبيشيا ارياتا اندروجينيتك دي اللي هي نان سيكاتريشيال الالوبيشيا، وفي الديسكويد لوبس والديستيكتنج سيلولايتس دي الناس دي اللي هي سيكاتريشال، تمام. البلاك دوتس بتبقى عندي في الالوبيشيا ارياتا والترايكوتيلومانيا، تمام، دي اللي هي نان سيكاتريشال الوبيشيا، وده اللي هو موست كومن كوزس ليها. خلاص الريد دوت موجوده اكسكلوسيف في الديسكويد لوبس، خلاص الوايت دوت لو كبيره والريجولر ومعاها انا مش شايفه هير فوليكل اوبننج او في ساينس تانية من الساينس اللي احنا هنتكلم عليها في السيكاتريشيال الوبيشيا، دي بتبقى موجوده في تايبس كتيره من السيكاتريشيال الوبيشيا، تمام، منها الديسكويد لوبس والديستيكتنج سيلولايتس واللايكين بلانو بايلاريس، وهنتكلم على كل ده ان شاء الله، تمام.
طيب لو انا عندي دلوقتي تايني وايت دوت صغيره خالص وريجولار ديستريبيوتد، دي في الغالبيه بتبقى مع الاكراين جلاند اوبننج، ودي انديكيشن بس للاكراين جلاند اوبننج، ما لا تعني اي شيء مرضي خالص. الهيرشافت ابنورماليتي بقى، المحاضره بتاعه الشعر طبعا احنا عارفين الهيرشافت، يعني الهيرشافت عامه ديزيز، بيبقى ممكن يبقى في حاجات الشعر فيها مكسور، مكسور بالطول او مكسور بالعرض، تمام كده الموست كومن، وفي حاجات طبعا اوبليك، تمام. وفي ديزيزز بيبقى فيها الشافت، هير شافت نفسه ما بيبقاش ريجولر، بيبقى الريجولر بيبقى فيه ناروينج، حتت ناروينج وحتت تانية واسعة، تمام. وفي حاجات بيبقى فيها نود لايك ابيرنس، يعني الشعرية نفسها بتبقى فيها كلكيعة كده في النص، تمام. وفي هير شافت تاني بيبقى في مثلا الشعرية بتبقى كيرلي بزيادة قوي. حاجة تانية بقى اكسكلوسيف للترايكوسكوب، ماليش دعوة بيه، الابنورماليتي التانية اللي هي بشوفها بالنكدة اي والميكروسكوب بس، ممكن اشوف شورت هير، وده في كذا حاجة واشكال مختلفة للهير، هنعمل لها ابليكيشن في كل ديزيز. وفي حاجة اسمها باندز، الشعراية نفسها ابقى شايفاها لونها مش واحد، تمام. ده كله عشان كده انا قلت لكم الدنيا كبيرة قوي ومش هلحق اقولها لكم كلها النهاردة. اخترت لكم النهاردة من الهير شافت ابسط حاجة اللي هو التكسير بتاع الشعر، تمام. لو بصينا هنا كده هنلاقي ان اول صورة دي، تمام، دي اللي هي ترايكوتيلوزس، ترايكوتيلوزس اللي هي الشعراية بمنتهى البساطة متقصفة، تمام، متكسرة من تحت، تمام يا جماعة. تاني واحدة من الناحية دي هنلاقي ان الشعراية نفسها مقسومة، او مش مقسومة يعني فيها فراكشر بسيط بالعرض، تمام، وده اللي احنا بنسميه الترايكوكيزيس او كليزيس، تمام. اخر واحدة خالص سيبكم من دي عشان هنكررها، اخر واحدة خالص دي اللي هي الجولف لايك، جولف ستيك لايك، الناس اللي بتلعب جولف بقى منكم يا جماعة، تمام. في حاجة اسمها جولف ستيك اللي هي بيتحط عليها الكورة، هوريكم ان شاء الله صورة ليها برضو عشان تبقوا يعني متخيلينها. دي بتبقى موجودة في حالة واحدة بس اللي هي ترايكوريكسيس انفاجينيتا في حالة نيزرتون سيندروم، تمام. هقولها لكم مع ديس اوردر تاني عشان ما تتلخبطوش. ده دايجرام للترايكوتيلوزيس اللي هو تقصيف الشعر، تقصيف الشعر، شايفين اهو الشعراية مقسومة اتنين. دي حالة، الحالة دي شعرها اللي هو دي الصورة من بعيد اهي، تمام، يعني منظر شعرها الى حد ما مش وحش، مجرد بس ان هو فاقد لمعته وهي بتقول ان شعرها بيقع، وفي جزء في شعرها الكواليتي بتاعته مش زي بقية شعرها، دي الحتة اللي انا عامله لها زوم دي اللي احنا ماسكينها، تمام. طيب الحالة دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى اي حاجة في الديس اوردر، صح كده. الدرموسكوب، انا هنا شايفة ايه في الدرموسكوب؟ انا شايفة ان الشعراية هنا متقطعة على الاخر، صح، شايفين شعرها متقطع، خلاص. حتة تانية برضو الشعرها هنا في الاند متقطع، وهنا كمان، صح كده. امال ايه اللي انتوا تحسوا كده ان الفيلد مش، سوري في الكلمة، ديرتي شوية، مش نضيف، صح، تمام. نحس ان في حاجات كتيرة قوي كده لونها ابيض انا مش فاهماها، صح كده. طيب الاكتوال اللي انا شايفاه دلوقتي اللي هو باثولوجيكال، ان في نهاية كل شعرها هي متقصفة، يعني شعرها ضعيف متقصف، صح كده. انما الشعرية نفسها من فوق ما فيهاش حاجة، هي بس ما بتلمعش، بس هي ما فيهاش حاجة. طيب ايه تاني؟ انا شايفة ديرتنس كتير، ده بس يعني insufficient care للشعر، محتاجة، سوري، يعني انها تغسل شعرها وخلاص، انما ما فيهاش اي حاجة، خلاص. طيب نيجي لتاني حاجة، دي بقى النوتس برضو، تاني اسهل حاجة دي النوتس، النوتس بتاعت الشعرية نفسها ممكن تبقى actual نوت، في ناس شعرها بيعمل نوت كده مع نفسه، طبيعته كده، تمام. دي بتبقى محتاجة بس انها تحط كونديشنر للشعر وتعمل يعني perfect care للشعر نفسه، خلاص. تاني واحدة، تاني واحدة هنا دي اسمها trichorhexis nodosa، trichorhexis nodosa ده disorder، الشعراية بتبقى مقسومة من النص بالشكل كده، تمام، الجزء اللي بره من الشعراية بيبقى ضعيف ومتكسر، والجزء الجواني لسه ماسك شوية، فبيبان كأن انا حاطة اتنين مكنسة
خلف خلاف بالشكل ده، فرشتين خلف خلاف بالشكل ده، تمام، فرشتين راكبين في بعض كده خلاص. فعشان هما طالعين لبره فبيبانوا لي زي ما يكونوا نود، زي ما يكونوا كل كيعة خلاص. طيب دي الحالات الترايكوريكسس نودوزة دي انا بشوفها في ايه؟ بشوفها لوحدها في حالات كونجينيتال، وفي حالات تانية بتبقى اكوايرد. الاكوايرد دي بتبقى بسبب مثلا هير كوزماتكس مش ظريف، insufficient مثلا كير، العينة مثلا ارهقت شعرها بالفرد والهيت اكسبوجر والحاجات دي جيلها اكوايرد، تمام، ضعف في الشعر وتتكسر بالشكل ده. انما الحاجات الكونجينيتال دي بتبقى سينس بيرس، وهنشوف له اشكال خلاص. تالت صورة دي اللي هي البامبو هير، ده اللي هو بتبقى زي ما احنا شايفين كده في نود، بس طبعا انا اعتقد ان هو مش باين قوي زي ما هو باين عندي. الشعراية نفسها هنا تمام ضعيفة قوي لدرجة ان هي دخلت جوه نفسها النود دي، ما هي اللي ان حتة جزء الشعر اللي فوق ده داخل جوه الجزء اللي تحت، تمام بالظبط كده. الشعراية ضعيفة جدا لدرجة ان هي من كتر ضعفها دخلت في الشعراية نفسها برضو، تمام، فعملالي كلكيعة هنا زي النود خلاص. هما بيشبهوها بالجولف، بالبامبو هير. البامبو طبعا اللي هو نوع من انواع الفايبر، تمام. الجزء بقى اللي هو لو انا شلت الجزء بتاع الشعراية اللي فوق النود دي، تمام، هيجيب لي منظر الجولف ستيك اللي احنا لسه شايفينه قبل كده، تمام، والاتنين موجودين في حالة واحدة اللي هو النيزرتون سيندروم خلاص. طيب اخر واحدة خالص، لو انا شايفة حاجة اكسترنال ملفوفة حوالين الشعراية، تمام، اللي هي بيتقال عليها هير كاست، تمام. طبعا مش اي حاجة ملفوفة على الشعراية من بره هتبقى نتس، ولا اي حاجة هتبقى مثلا كاست وخلاص اللي هي قشرة وخلاص، ده ليها differential diagnosis خلاص. طبعا اسهل حاجة في الاربعة دول اخر واحدة الكاست، هبتدي الحمد لله سوري هبتدي لكم بيها زي ما احنا شايفين اهو. دي شعراية وحواليها كاست قشرة داير ما يدور محوطة الشعراية، تمام. دي معناها ايه؟ لما الاقي واحدة regular قوي كده ومحوطة الشعراية بشوف المنظر ده احيانا في لايكوبلانو باريرز، تمام. طيب ده ليه سموه كاست؟ من الجبس يعني زي الجبس بالظبط خلاص. تاني ادي الهير كاست خلاص. دي حالة من عندنا في العيادة جت تشتكي ان هي شعرها بيقع وبيتقصف وما بيطولش. طبعا لو انا بعناية بس ومن كام سنة وببص على الحالة دي، اول حاجة هتيجي في بالي ان هي يا اما ترايكوتيلوزس يا اما بيضرة، صح كده. لما نيجي بقى نفحص بالديرموسكوب لقينا يعني الخير كتير في الايه، في النتس، كل دي نتس، لقينا عندها بيديكلوزس خلاص كده. طيب هي ما كانتش بتشتكي خالص من الاتشنج، هي واخده عليه اساسا، هي مش جايه تشتكي من الاتشنج، تمام. هي المشكله عندها ان شعرها مش بيطول. طب انا عرفت منين ان دي نتس؟ لو تبصوا على كل نقطه بيضه تلاقوها ماسكه في الشعرايه من ناحيه واحده. النتس عامله زي ما تكون ايه يعني متحمله على الشعرايه، هي بتبقى ماسكه كده من ناحيه واحده، ماسكه السمغ بتاعها من ناحيه وعامله زي الشنطه كده متشاله على ظهرها، تمام. انما الهير كاست بيبقى داير ما يدور في الشعرايه نفسها خلاص. طيب ايه تاني بيبقى داير ما يدور في الشعرايه نفسها؟ البيادرا، تمام. البيادرا دي بتبقى فانجل انفكشن، هي مش كومن قوي، هي رير، بس لو لقيتها عالجها صح من الاول، تمام. طيب هنشوف ليها صورة بعد شوية، انما نبص تاني كده، نبص تاني هنلاقي كل نقطة بيضة ماسكة في الشعراية من ناحية واحدة، من ناحية واحدة صح كده. زي دي مثلا، شايفين دي؟ طيب ادي close up view، تمام، باينة. دي حالة تانية، دي بنوتة كلين جدا جدا برضو. دي انا كنا مقدمينها في مؤتمر طنطا من سنتين. دي بنوتة زي ما انتوا شايفين تايدي وكلين جدا، تمام، بس بتشتكي ان هي مامتها شافت النقط البيضة دي في شعرها. ده على فكرة بالكاميرا عادي لسه مش بالدرموسكوب، شايفة نقط بيضة كتير في شعرها،
النور دي كانت موجودة فين بقى؟ في ال في الكوديفول بتاعها، في ال موجود كان هنا بالظبط، هنا يعني مش في الأطراف، الأطراف كانت نضيفة، لما هو كان موجود هنا. تمام. طيب فحصنا بالديرموسكوب الأول، لقيناها بالمنظر ده. تمام. طبعا دي برضو أطلس بيكتشر، ده كمية بيضرة موجودة في المكان ده رهيبة. ربنا يخليك يا ريهام، منورة بيكي. تمام. ايه بقى البيضرة؟ ايه قصة البيضرة؟ لو تبصوا دي مختلفة عن اللي فاتت، دي كل شعراية داير ما يدور محوطاها البيضرة، محوطاها اللي هي الكاست اللي لونه ابيض ده. تمام. حاجة تانية، انتوا تحسوا انها زي ما تكون ستون. هي البيضرة في الديكشنري على فكرة يعني حجر، فهي فعلا ستون، شكلها زي الستون بالظبط، وداير ما يدور في الشعرايه. طبعا احنا ما اكتفيناش بكده، عملنا لها كي او اتش وكالشر وطلعت فانجل انفكشن. طيب نرجع تاني كده، انتوا تستغربوا المفروض وتسالوني هي ليه جت فوق هنا، مش المفروض البيضره بتيجي في الاطراف؟ الحاله دي كانت مامتها من كتر ما هي مهتمه بيها كانت بتعمل لها حمام زيت، وحمام الزيت كانت بتعمله بذمه قوي، يعني كانت بتخلي الزيت مش عارفه 3 انواع زيوت تقريبا من العطار، وتحط تحطه تمام، وتخليه بقى على شعرها فترة طويلة. تمام. وبعدين تقوم غسلها لها شعرها. تمام. فده مكان اللي هو اكتر مكان كان فيه اوكلوسيف اريا مع الزيت. تمام كده. فطبعا اكيد يعني الميديا نفسها وكده ساعدت ان يحصل اوفر جروس للفانجس وعملت البيضر. الحالة دي عالجناها بايه؟ عالجناها الاول بالاترابيكس سيستميك لمدة شهر، جابت نتيجة حلوة، وبعدين كملنا لها بالتربينافين برضو شهر تاني، وعملنا لها خليناها تروح تكوي المكان ده بالفير يعني مرة واحدة بس في الشهر، والحالة كانت تمام. بعد كده يعني المنظر ما كانش كده خالص، والنقط البيضاء شبه اختفت، وعملنا لها برضو كالشر تاني، طلع الحمد لله الدنيا تمام، ما عندهاش حاجة خلاص. دي حالة تانية، دي هي مش هنكررها. خلاص خلاص كده تمام. طيب انا ممكن وانا بفحص الاقي المنظر ده نقط سودة، بس النقط السودة دي لو انا جيت حركتها بايدي، الله يكرمك يا شيماء ميرسي، لو انا جيت حركتها بايدي هتتحرك، لو انا جيت مسحتها بكحولة هتروح، دي ديرتنس، يعني نقط سودة لا تعني أي شيء، لا هي حاجة في السكالب ثابتة، ولا هي نقط مثلا ليها أي انديكيشن، نقط سودة موجودة ديرتنس من الجو. تمام. طيب نيجي بعد كده، يبقى احنا كده قلنا في السلايد دي احنا كده اتكلمنا على ايه، الاكشن نوت خلاص مش محتاج شرح، والكاست، الكاست عشان ما تتهوش في، قلنا اشهر حاجة تيجي اللي هي راست نفس، اللي هي الشعراية بتبقى شعرها نفسها محاوطها الكاست، تبقى most probably موجودة في اللايكين بلان وبايلاريس. تمام. وممكن تبقى ماسكة في الشعراية من ناحية واحدة، دي اللي هي النتس خلاص. وطبعا زي ما احنا عارفين النتس بتبقى موجودة اكتر في الاماكن ايه، الاوريكولار والاوكسيبتال، لو العيانة نظيفة ولقطة انفكشن بسيط تمام، وهي اصلا يعني عايزة الديناي ان هي لا بديكلوز ايه، ما عنديش بديكلوز، يبقى دور في المكانين دول. تمام كده. طيب الحاجة التانية ان هي ممكن تبقى بيضرة، واحنا شفناها في اكتر من حالة. تمام. بس يعني ما تعملوش اوفر دياجنوز البيضرة، زي ما اساتذتنا بيوصونا تبص على الحالة بالديرموسكوب، اعمل لها كي او اتش لو انت شاكك، اعمل لها فانجل كلشر، بس يعني ما تقولش للعيانة انت عندك فانجل انفكشن وانت مش شور. ممكن قوي سهلة قوي انها تبقى اما مجرد ان هي ضعف في الشعرية نفسها، او ترايكوتولوزيس، النقط اللي انتوا بتشوفوها بعينيكوا دي بيضة خلاص. طيب نيجي بقى بالنسبة لنا في الترايكوريكسيس نودوزا. ترايكوريكسيس نودوزا ده disorder inherited. تمام. لو احنا بصينا هنا كده تمام، ده شكل البيشنت ممكن يبقى مولود كده، شعره ضعيف ومش طويل خلاص، وممكن تبقى الشعر بتاع البيشنت تطول بالشكل ده، بس مليان زي ما يكون في حبوب كده، زي ما يكون محبب بالأبيض، صح كده؟ المنظر اللي هو الصورة اللي هي دي ده بالمايكروسكوب، المنظر بتاع الميكروسكوب اللي هو الشعراية مقسومة زي ما قلت لكم incomplete، والطبقة الخارجية ضعيفة قوي وطلع عاملة فرينج كده، فظهرالي زي ما تكون نوت خلاص.
طيب الحالة دي ترايكوريكسيس نودوزا، ممكن أشوفها نقط بيضة. إيه النقط البيضة دي؟ دي اللي هي الفايبرز البسيطة اللي متقطعة من الشعراية نفسها. بس النقط البيضة دي في الشعراية نفسها، يعني هي ممكن نقول عليها إن هي سودو نوتس، صح كده؟ هي مش هي لا يعني هي ما تعتبرش حاجة اوفر جروس، هي الشعراية نفسها بس الحتت دي متقطعة خلاص. ولو انت بتستخدم باور حلو وكبرت الباور هتشوف ان هي عبارة عن تكسير في الشعراية نفسها. طيب الحالة دي برضو عندنا في العيادة في الشاملة في طنطا، تمام. دي شكلها وهي سايبة شعرها، ده كده كل شعرها يا جماعة، تمام. وكده شالت الجزء الفوقاني من شعرها قلبه كده، وده شعرها من تحت. بتقول بتحلف ان هي نامت وقامت لقت شعرها كده. طب يا ستي اهديكي ارديكي، حطيتي حاجة على شعرك؟ لا. حطيتي فردتي؟ لا. كريم فرد؟ لا. كرياتين بروتين؟ لا. بتنكر كل حاجة. طبعا النوع ده موجود كتير، متوفر عندنا كتير يعني، الله يكرمك يا منى، تمام. المريضة دي بقى مع ضغط على الاهل اعترفت ان هي كانت في مناسبة وكانت فاردة شعرها، تمام كده. وده كان بعد يعني في ناس للأسف يعني بتعمل اوفر هيت بزيادة قوي لدرجة ان هو ممكن يحرق الشعرية بالشكل ده خلاص. فالمريضة دي لو بصيتوا عليها هتلاقوا ان شعرها بالظبط نفس الكيس اللي فاتت اللي هي الكونجينيتال، بس دي اكوايرد بقى. النوتس دي كلها دي بقى اكوايرد ترايكوريكسيس نودوزا. كل المنظر اللي هي النقط البيضة دي لو بصينا عليها من قريب قوي هنلاقي ان الشعر متقطع في الحتت دي، تمام. طيب الترايكوريكسيس انفاجينيتا بقى دي اخر حاجه ان شاء الله هنقولها لكم النهارده. ده زي ما قلت لكم الناس اللي فيكم بتلعب جولف، تمام، عارفين طبعا ان دي الجولف ستيك. طبعا انتوا عارفين يعني مش محتاجين ان انا اشرح لكم، احنا في رفاهيه كلنا طبعا، استغفر الله العظيم على الكذب. خلاص يا جماعة، ودي الجولف بول نفسها خلاص، تمام. ادي الجولف بول محطوط على الجولف ستيك، هما بقى شبهوا الشعراية نفسها كده، تمام، انها داخلة في بعضها كده خلاص، نفس المنظر بتاع السهم ده اهو. خلاص يا جماعة، ده بتبقى موجودة في مين؟ في النيزرتون سندروم. علشان نتذكر ادي شكل النيزرتون سندروم، تمام. يبقى البيشنت في الغالبيه مولود بالديسوردر ده، ديسوردر اوف كيراتينايزيشن، وبيبقى معاه ريسروديرما، وطبعا زي ما احنا شايفين السكيلز اللي موجوده دي، تمام. والشعر كله بيبقى فيه الساينس دي، بتبقى كاركترستيك ليها خالص. طبعا الحاجات دي في الغالبيه ممكن نمشي عليه اموليانت وكونزرفاتيف، بس هو في بيبرز يعني منشوره ان هم استخدموا الاسيتريتين كترايل تريتمنت وحسن لهم البيشنت نفسه، اتحسن الكونديشن بتاعته، والكونديشن بتاعت الشعر نفسها اتحسنت برضو مع الاسيتريتين. دي كيس كانت منشور، تمام. وان شاء الله مش اخر مرة باذن الله، واشوفكم تاني على خير. وطبعا انا ما حبيتش اتقل عليكم علشان بداية تعارف بينا، وبرضو علشان الموضوع ميبقاش تقيل عليكم. والنهارده اخدنا اسهل حاجة، افتكروا ان انا قلت لكم يعني. ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية، اشوفكم على خير.